وبالعودة مشاهدينا إلى زميل مصطفى الشمري للحديث أكثر حول الاستعداد وهذا الترقب التاريخي للجماهير العراقية لهذا اللقاء المرتقب. أطلعنا مصطفى على حيثيات الأوضاع لديك، وما هي الاستعدادات لمباراة الختامية اليوم؟ نعم زميلتي، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. يعني الجماهير بدأت يعني تتوافد إلى ملعب المدينة الرياضية منذ ساعة الصباح الباكر، يعني وانا لاحظنا انه تواجد الجماهير من الساعه 5 فجرا. نعم. تواجدت على اسوار ملعب المدينه الرياضيه، ولكن لغايه الان يعني لم تفتح بوابات الملعب المخصصه لدخول الجماهير ودخول الوفود الاعلاميه. بالنتيجه اليوم يعني في المؤتمر الذي عقد يوم امس فانه البوابات سوف تفتح الساعه 10، والان يعني لغايه الان لم تفتح هذه البوابات. بالنتيجه اليوم هنالك جماهير كبيره جدا محتشده حول اسوار ملعب المدينه الرياضيه، وهنالك انتشار كثيف وكبير من قبل القوات الامنيه في تطويق وحمايه الجماهير. هنالك بعض تربط مع بعض الحالات في التدافع والاختلاف، وراح على ضحيه احد المشجعين المتواجدين في يعني اسوار المدينه الرياضيه. بالنتيجه اليوم نحن متواجدين في الباص المخصص للوفود الصحفيه، ولغايه الان لا نستطيع الدخول الى المدينه الرياضيه، لان اليوم هنالك زخم كبير على يعني على هذه البوابات، مع العلم هنالك بوابه مخصصه للوفود الاعلامي والوفود الصحفي. لكن بالنتيجه اليوم المشجعين اعداد هائله متواجده في يعني على اسوار المدينه الرياضيه، قد تصل العدد الى اكثر من 65,000 متفرج. بالنتيجه اليوم هذه الجماهير جميعها تؤازر المنتخب العراقي وتتمنى ان يظفر المنتخب العراقي باللقب الرابع على يعني على مستوى بطولات كاس الخليج في مدينه البصره. بالنتيجه اليوم هنالك انتشار كبير يعني على اسوار المدينه الرياضيه، هنالك الشاشات الكبيره التي تسع للمشجعين اللي ليس لديهم اي بطاقات ان يدخلوا الى ملعب يستطيعوا ان يشجعوا المنتخب الوطني من خلال هذه الشاشات الكبيره. وايضا طبعا الشاشات المنتشره في مدينه البصره في ساحه الطيران وايضا في ساحه الحريه، هذه الشاشات بتمنح للمتفرجين ان يدخلوا وان يواجهوا المنتخب الوطني. ايضا هناك مبادره من السيد احمد مبارك وزير الشباب والرياضه بفتح ملعب الميناء الاولمبي امام العوائل والشباب لمشاهده المباراه النهائيه يعني في شاشات كبيره. بالنتيجه اليوم الكل يترقب لعبه المنتخب العراقي المباراه المهمه والمصيريه، مباراه الافتتاح سوف تفتح الساعه 7، وايضا حفل الافتتاح سوف يبدا الساعه 5. بالنتيجه اليوم جميع الاماني والامنيات مع المنتخب العراقي وان ينطر في اللقب المهم الخليجي لهذه البطوله. نعم، إذن أمنياتنا بالفوز للمنتخب العراقي وأمنياتنا بالسلامة أيضا للجماهير العراقية. شكرا جزيلا لك مصطفى الشمري.